السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فممثل عن دائرة الإفتاء العام بالتعاون مع ذكية معالي قمنا بالإشراف على عملية الأضاحي في أستراليا، وبعد توافر الشروط الشرعية في الأضاحي من حيث السن المعتبرة والسلامة من العيوم والتحقق من ذلك والإشراف على عملية الذبح، فوجدنا أن الأمور تمت بالطريقة الشرعية ولله الحمد. نسأل الله أن يتقبل من شارك في هذا المشروع وأن يجعله عام خير وسعادة عليكم، وكل عام وأنتم بخير.